مهم جدا. أوامر عاجلة للوزراء بشأن السفر إلى إسبانيا. ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر خاصة أنه تم إخبار وزراء بحكومة سعد الدين العثماني بطريقة غير مباشرة بتفادي الاستجمام في الجارة الشمالية للمغرب، كما تم تنبيه البرلمانيين وزعماء وقادة الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية والرياضية والفنية والصحفيين بأهمية تفادي أي زيارة لإسبانيا خلال الصيف الجاري مهما كانت الأسباب والظروف. التحذيرات وجهت كذلك للرجال ونساء المال والأعمال المغاربة. تضيف جريدة الصباح: والذين منعوا من قضاء العطلة الصيفية في إسبانيا وتنشيط سياحتها الداخلية التي تعاني تراجعا بسبب تداعيات وباء كورونا، وخصوصا بعد حرمان الموانئ الإسبانية من الاستفادة من عملية مرحبا الخاصة بمغاربة العالم، وتعيش العلاقة المغربية الإسبانية منذ فترة أزمة متنامية، وذلك بعد إقدام سلطات مدريد على استقبال زعيم البوليزاريو إبراهيم غالي للعلاج ما علقت عليه الخارجية المغربية بكون إسبانيا استقبلت على أراضيها شخصا يحارب المغرب يوميا.